الشيخ عايز استلموني احد قيادات الجماعه الاسلاميه النهارده على الافطار، ماذا تقول وماذا تطلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما اقول اليوم انه احتجاز الدكتور عمر عبد الرحمن في امريكا الى هذا الوقت يعتبر جريمه في حق الانسانيه، والاداره الامريكيه بهذا العمل تعلن عن نفسها انها الراعي الرسمي للارهاب والعنصريه والديكتاتوريه في العالم باسره. فالدكتور عمر عبد الرحمن انما سجن في تواطؤ بغيض بين النظام الديكتاتوري في مصر والإدارة الأمريكية لوائد كلمة الحق والدعوة إلى الثورة وإلى تحرير الشعب المصري من طغيان النظام السابق ومن ظلم حسني مبارك وأعوانه. فيجب على المجلس العسكري الآن أن يتخذ موقفا حاسما في الإفراج عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، لأنه أولا وقبل كل شيء هو عالم من علماء الأمة، عالم من علماء الأزهر، هو مواطن مصري له كرامته، وأصبح للمصري الآن بصفة عامة كرامة ووضع يختلف تماما عن الوضع الذي كان يبيع فيه النظام السابق كرامة المصريين لأجل مصالحه الشخصية. فالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وفك أسره هو واجب شرعي، وهو فريضة وطنية على كل المصريين أن يسعوا إلى تحقيقها وإلى أن يعود هذا العالم المجاهد إلى وطنه وأهله في أقرب وقت بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شباب جماعة الإسلامية من باب، اتفضل عرف نفسك. محمد إبراهيم يوسف. أيوة أستاذ محمد، النهاردة جاي مشارك في الإفطار إن شاء الله مساندة للشيخ عمر، وإيه تطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ أطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يساند الثورة، أن يعترف بالثورة اعتراف حقيقي. اعتراف حقيقي. يعني الآليات التي تطلبها من المجلس الأعلى كي يأخذها بإجراءات مجيء الشيخ عمر عبد الرحمن؟ إن هو يلتزم بالنسبة للدكتور عمر عبد الرحمن، إن هو يخاطب الإدارة الأمريكية بحيث إن هي تفرج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، أو إن هي على الأقل تسمح برجوعه إلى مصر. تمام. شيخ سامح برضو أحد قيادات الجماعة الإسلامية أو شباب الجماعة الإسلامية في إمبابة، اتفضل. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ يحيى. ربنا يكرمك. النهاردة جاي مشارك إيه؟ جاي مشارك مناصرة لفضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن. ومناصرته في فك أسره ان شاء الله من امريكا، ربنا سبحانه وتعالى.